مرحبا بالجميع. وفقا للقواعد الجديدة التي اعتمدتها الدولة، فإن قانون هس إلزامي للدخول إلى المؤسسات العامة. رمز هس هو رمز يسمح لك بالمشاركة مع الأشخاص والمؤسسات، فيما إذا كنت معرضا لخطر الإصابة بفيروس كورونا أثناء فترة الوباء. يمكن الحصول على كود هس بثلاث طرق مختلفة. يمكنك الحصول على رمز هس الخاص بك إذا أرسلت رسالة قصيرة إلى الرقم المختصر 20 و23 عن طريق كتابة هس، ثم رقم الكملك، ثم تاريخ سنة الميلاد، ثم اليوم مع ترك مسافة بينهما، فمثلا هس ثم رقم الكملك. ثانيا، يمكنك الحصول على كود هس عبر أدبلت. ثالثا، يمكنك الحصول على رمز عن طريق إدخال تطبيق هز حياة إذا صار.